احنا اول سنه زواج ليه بيحصل مشاكل؟ ليه في صدام وفي تخبط؟ مش عارفه اراكي جيدا ولا انت عارفه تقريني جيدا. نقرا بعض ازاي؟ ان احنا طول الوقت نتفقد بعض ونتفقد مشاعر بعض ونتفقد الانفعالات. انت سعيده النهارده بس انت تغير مودك مسافه دقائق او ثواني، اكيد في حاجه ضايقتك. ما هربش لما ندرس مع بعض المشكله. يعني ايه يا جماعه الفكره وايه المانع ان احنا نرجع ثقافه الورقه والقلم ما بيننا وبين بعض؟ ايه هي النقائص الموجوده وايه هو الخلل اللي حصل وليه ما بنلحقش المرض من اوله لما يكون التهاب؟ يمكن الايجو اللي عند الانسان ما بيخلوش يتقبل انه هو للاسف ما ده بيوصلنا لمرحله التورم. ولما يحصل ورم نبتدي كده دخلنا في مشكله خبيثه في الجسد. انا دايما بشبه الحياه الزوجيه بالجسد. انت لما الموضوع يبتدي الاول ان انت ابتديت تتالم، ان انت في حاجه مفقوده ما بينك وبين شريكه حياتك، او انت حاسه ان في حاجه بتتكسر ما بينك وبين شريك حياتك، ما تقعديه قدامك وتتكلموا. بتهربوا ليه يا جماعه؟ وبعد كده نرجع ندخل اطراف من العائله، وبعد كده نبتدي نشوف حد يحل لنا المشكله. طب ما احنا نحلها، طب ما احنا نبتدي، طب ما احنا نتكلم. طب احنا فقد الاستماع ادى بنا الى فقدان الاستمتاع. بطلت اسمعك، بطلت تسمعيني، بقت حياتنا روتينيه وبارده وتخلو من اي نوع من انواع السعاده. طب احنا ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ده احنا كنا عصافير كناريه. طيب في الخطوبه ازاي بالظبط بقى؟ ازاي بيوصلوا للمرحله دي؟ ازاي من مرحله اتنين عايزين يبقوا في بيت واحد وبعد ما ده بيحصل بينهم فجوه يعني ازاي ده بيحصل؟ انشغال الزوج بلقمه العيش وطول الوقت في شغله، فتيجي الزوجه تقعد معايا تقول لي مثلا مش بشوفه، مش بقعد معاه، ما بتكلمش مع بعض. طب ما انت عندك النهارده معظم الستات كمان بتشتغل. فالستات كمان بدات تنزل. كنت لسه هكلمك بقى لو انشغال الاثنين، فاحنا كده فقدنا حتى ان احنا يبقى في بينا اقتراب عاطفي. وفي هنا تفاهم بيخلص، في هنا رصيد من التفاهم بدا يخلص. احنا ما بنتكلمش عشان يحصل تفاهم. طب هنكسر الحاجز وهذا الخرس ازاي؟ إذا ما كناش نعمل يوم واحد في الأسبوع نقعد فيه ساعتين ندردش مع بعض. أحوالك إيه؟ أنت أحوالك إيه؟ إذا كان أنا دايماً بنصح أي إنسان ما بيجيلي مشكلة عاطفية ونفسية وعنده صدمات فقد وصدمات طلاق، أنت آخر مرة عملت كشف حساب لنفسك إمتى؟ ليه دايماً الرجال بيشوفوا مشاكل السيدات إن هي وجع دماغ، وليه دايماً السيدات بتشوف مشاكل الرجال؟ مشاكلها صغيرة، ده احنا كمان بقينا نستخف بمشاكل بعض. ليه بقى؟ يعني انا مثلا بيجي ابني ولا بنتي يجي يتكلم معايا في حاجه، مثلا هو اتضايق من صاحبه او اتضايقت من صاحبتها في حاجه معينه، احنا كامهات كده بنيجي نقول طب استنى بس اخلص واسمعك بعدين، فابتدي المشكله تكبر جواه قوي 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 لانه ما فضفضش، ما طلعش اللي جواه، فابتديت انا استخف، ابتديت انا استخف بقى ابني يخبي الكبيره والصغيره، مش بس الصغيره كمان. ما انا دلوقتي ما فيش حد بيهتم انه يسمعني. فانت كرجل لما تيجي تسمع مشكلتي، انا كل مشاكلك بحطها في عين الاعتبار. اشمعنى انا لما بقول لك مثلا جارتي الفلانيه النهارده نزلت ميه على غسيلي، فالموضوع ده مستفزني جدا، عايزه اخد حقي منها بس مش عارفه اعمل ازاي، لازم تديني حلول، اديني مقترحات. ما انا بعد كده هقول لك اصل بتاع الغاز لما جه حصل مشكله، انا مثلا ست مش عامله، فهيحصل معايا دروب، اتكلم مع مين؟ اقول لمين؟ هبتدي ارفع التليفون على واحده صاحبتي، وصاحبتي تيجي تشيلني فتقومني، بعد كده تحصل مشكله بيني وبينك، فاروح لصاحبتي الفلانيه تبتدي تسخن اكتر، انت مستحمله ازاي؟ ده ايه الراجل ده؟ ده ايه العيشه اللي متطقش ده؟ فابتدي انا اشيل منك، الفجوه تتحول لمحيط. فبقى في جبل، لا انت قادر تشوفني ولا انا قادره اشوفك، هنحس ببعض ازاي؟ في بقى حاجه هنا هتخلينا بقى نروح لمنطقه ثانيه خالص، ودي اروع حاجه، ان الزوجين يكونوا في الاصل اصدقاء. حلو جدا. لو وصلنا للمرحلة دي ما تقوليليش بقى عيد الحب ولا الفالنتاين ولا هم عايشين العمر كله في حب. هم عايشين العمر كله في ونس. بمعنى ايه الونس؟ الدفء، هو غياب الدفء ويبقى يختلق ما بيننا بعض البرودة، هو ده اللي هيؤدي بينا لشعور الفجوة والانفصال النفسي والانفصال العاطفي. دليل ان انت ممكن تحسي بواحدة صاحبتك في الشغل وما انتش حاسة ان جوزك بقاله اسبوعين ما بينامش، تعبان، مخنوق. انت ممكن تحسي مثلا بانسان غريبك يشتكي لك فتتاثري، ما تاثرتيش ليه مشكله بنتك في البيت؟ احنا مش بنتكلم بس ما بين الزوجين، ده ما بين الافراد كلهم. فاحنا عندنا ازمه عدم استماع ادت بنا الى فقد الاستمتاع، استمتاع باسرتي، اني انا في نعمه، ان انا حياه اسريه مستقره غيري بيتمناها، غيري بيطمح لربع هذا الاستقرار. وادراك النعم هنا كارثه برضه. فهماني؟ ان انا معايا واحده ست كويسه وجميله وزي القمر بس مش بسمعها، بدات تبعد عني. بدات مراتي تاخد جنب مني، احنا ما بقيناش اصدقاء، ده احنا كمان ممكن يتحول هذا النفور الى عداوه. ان انا ابتديت اتصيد لك الاخطاء، ابتديت اشيل منك وانت تشيلي مني بلا سبب. طب وليه؟ عشان ما اتكلمناش. عشان ما واجهناش مشاكلنا.
انما انا بنصح اي راجل ما تهربش من المشكله مهما كان حجمها. عارفه انا نفسي في ايه يا دكتور؟ نفسي ان نخلي فكره انه احنا لما نوصل لمرحله وحشه قوي كده بنتصيد لبعض الاخطاء والكلام ده كله، نبتدي نفكر في حد زي استشاري اسري نروح له، محايد، حد محايد تماما يسمعنا، يبقى عادل. مش حلوه ابدا ندخل الاصحاب، لان ساعات كتير بشوف هيتعامل معاه بعاطفه الطرفين، هيتعامل بالعاطفه معاكي. وعايزه اقول لك بقى انه مش بس الستات اللي بتشايل بعض، الرجاله كمان بتشايل بعض لما يتكلموا مع بعض. للاسف النهارده ما بقاش في حد عايز يلم الدنيا أو يبقى عنده الحكمة إزاي يدير هذه العلاقة ونسمع المشكلة من الطرفين. عشان كده دايما بقول يا جماعة ما تدخلوش طرف ثالث إلا إذا كان حد عادل وعنده حكمة، حد هيتعامل معاكم بحجة وهيسمع الاتنين بمنتهى العدل. أوكي روحوا له.